طبعا الحين تكلمنا عن التحديثات وقلنا التحديثات هي نفس التغريدات أو نفس التغريدات تنزل للأصدقاء وتنزل للطلبة أيضا، نختار فيها الصف اللي نبيه ونقدر نختار فيها كل شيء. طبعا النشاطات هذه لا تفعل إلا إذا كانت عندي مواد، بعد أعرف على كيفية المواد، إضافة مواد وشون أتعدل على المواد وشون أضيف فيها. طبعا هني النشاط قلنا ما يصير نسوي نشاط إلا إذا كانت عندي مواد. أوكي الحين يقول لك تاريخ وساعة النشاط، أختار تاريخ وساعة النشاط. مثلا أبي تاريخ لحظة تاريخ 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 31 مثلا، أبي الساعة 11 مثلا. أيضا إضافة وقت للانتهاء، إذا أبي وقت محدد للانتهاء هني أبي تاريخ شنو، أبي تاريخ أي تاريخ يتم الانتهاء فيه. لحظة خلينا نحط شهر ثاني، نقدر نختار شهر ثاني، شهر وهو 2/2 مثلا، الساعة 1 تقريبا، الساعة 1، الساعة 1 هني اسم النشاط، النشاط مثلا نشاط عفوا نشاط 4 مثلا، شرح النشاط اكتب 5 كلمات تحتوي على مد بالألف، 5 كلمات تحتوي على مد بالألف. هل هو تبين إلزامي، نشاط إلزامي؟ طبعا أبي نشاط إلزامي. تعرفي عندنا نشاط خاص، أي خاص بطالب معين أو فئة معينة أو صف معين. عندنا نشاط إلزامي بعد هني، وعندنا نشاط اختياري ونشاط حر. أنا راح أخذ نشاط إلزامي. طبعا هني أبي نشاط إلزامي، أسوي اختيار. هني ليس لدي أي مجموعة، إذا كان أبي أضيف لمجموعة أو أحد أضيف أقدر أختار المجموعة اللي أنا بيها. مثلا أنا مسوية مجموعات، بعد شوي راح نتعرف على المجموعات. هني نقدر بعد قلنا نحمل وورد، باوربوينت، بي دي اف، صور، أي شيء أقدر أحمله من تحميل. هني قلنا اللي أقدر أحمله نفس طريقة التحديث سابقا. هني الملفات قلنا إذا عندي ملفات، بالملفات الشخصية أيضا أقدر أحطها وأحط أختار الملف وأطق موافق وراح ينزل عندي الملف. هني لأني طقت موافق وما عندي ملفات. هني قلنا بعد أقدر أضيف رابط وأختار عنوان لهذا الرابط. قلنا نفس مساع سوينا إنه حطينا رابط النشيد الوطني جبناه من اليوتيوب وحطينا كوبي بيست وحطيناه هني، واخترنا عنوان كتبنا لهم إنه نشيد وطني. طبعا هني وبعدين أسوي هذا كله، بعدين أسوي تسليم. هني في حق الإلزامي أنا مو مسويته، راح أضغط مرة ثانية، أبي أختار مثلا مو نشاط إلزامي للمجموعات، أبي نشاط حر. هني أختار مجموعة، ليس لدي مجموعات، نظل نختار مثلا نشاط إلزامية. هني بعد تبين المنو نشاطات إلزامية، هني أبيهم لصفوف ثلاثة أختارهم. هني صار النشاط يعني النشاط الإلزامي معي. هني النشاط الإلزامي لازم يكون للمجاميع، الإلزامية لازم تكون للصفوف، يعني إذا تبينها صفوف أو المواد عفوا، مواد وليست صفوف، مواد التعليمية. هني عندنا نشاط حر لا يصلح للمواد أيضا، نشاط اختياري يصلح أيضا للمجموعات، وهني نشاط حر أيضا للمجموعات. مجرد أني اخترت، هذا حق الإجباري، إجباري تسوونه، لازم تسوونه، تختارون المجموعة اللي انتو تبونها، تختارون المواد اللي انتو تبونها أو الصف اللي انتو تبونه وتحطونه ونسوي له تسليم. راح يقول لي هني يرجى الانتظار. سوينا الحين احنا نشاط أنشطة إلزامية للصفوف، راح تكون هني صار عندي هني نشاط 4 صفوف المرتبطة ك، وعطاني كود طبعا لإضافة الأعضاء، أعطاني هذا الكود إذا أقدر أضيف عليه أصدقائي، أضيف عليه دكاترة، مدرسين، طلبة وغيره.
طبعا اعطاني التاريخ والنشاط واعطاني اسم، والبادئ باسمي لان انا اللي مسويته، اسم الاستاذ اللي مسويه، وهني معلومات اضافيه اللي هي شرح له، وهني الحائط اخلي لهم الحائط مفتوح عشان يكتبوا لي هم تعليقاتهم الطلبه. بعدين اروح الحين الجدول، راح القاه بالجدول بتاريخ بالتاريخ الموجود امامنا. سوينا نشاط احنا، شوفوا شلون صار النشاط، انه نشاط محدد صار بتاريخ 31 الى 2/2، نشاط الزامي بالاحمر موجود، فصار عند الطلبة الحين واضح. نرجع مرة ثانية للصفحة الرئيسية، طبعا احنا خلصنا من تحديث ونشاط، الحين راح نتكلم اعطاء واجب، هي الانشطة الحالية نبي نعطي واجب نفس الطريقة، انشطة واعطاء واجب ما يصير اسويهم الا اذا كان عندي مواد، اذا اضفت مواد سويت مواد اقدر اعطي واجب واقدر اعطي اسوي نشاط. عفوا هني اسم الواجب مثلا، اسم الواجب مثلا شنو؟ واجب واحد، عفوا واجب اثنين مثلا، شرح الواجب اكتب لهم تسميع قصيدة، تسميع قصيدة قصيدة الكويت صاد صفحة 4 من الكتاب المدرسي. زين تسليم الواجب متى تبينه؟ هني يقولي تسليم الواجب، هل تبين الواجب غير مقيد بعلامات؟ هل تبين تسليم الواجب؟ لازم يكون في تسليم، لازم يحلون الواجب. هني الواجب غير مقيد بعلامات، اذا ما تبين الواجب علامات راح تسكرينها، راح تروح كل العلامات الموجودة، راح افتحها لا راح احط عليه علامات، مثلا ابي عليه 10، راح يكون عندنا علامات عليه 10 درجات. شنو الوقت التسليم اللي انت تبينه؟ طبعا ابي بتاريخ أبيب تاريخ 26 26 عفوا 26/1. هني تبين الساعة شنو؟ أبي الساعة مثلا ساعة 12:30. زين المنو تبين الواجب؟ تبينهم لهم كل المواد، ولا أنا أبي للصف الثالث فقط؟ راح أقول للصف الثالث فقط حفظ وسوي. هني طبعا بعد ممكن بعد راح نرد نقول انه ممكن تحميل ملفات الوورد والباوربوينت والصور وغيرها، وايضا ممكن تحميل الصوتيات ايضا، وممكن هني ملفات شخصية بعد عندنا، اذا كان عندي ملف اقدر احمله ايضا من خلال الملفات الشخصية الموجودة عندنا، وعندنا إضافة رابط أقدر أضيف رابط وغيرها من نفس الطريقة اللي سويناها، عفوا اللي سويناها بالنشاط والتحديث. بعدين أسوي تسليم، طبعا ما راح يظهر للطلبة إلا بالتاريخ والوقت اللي أنا أسويه. أوكي طلع عندنا هني، شوفوا المواعيد المقبلة، خلصنا الجهة اليمين، والحين خلصنا الأنشطة الحالية. نرجع نقول التذكير هو أي شيء يصير عندك، أي أحد يبي يكتب، أي أحد كتب وانتي ما شفتي، راح يطلع هني من الطلبة أو أعضاء التدريس، راح يطلع لي هني تذكير أو ملاحظة إن في أحد كتب، في أحد سوى كذي، في أحد سوى كذي، كله موجود هني. مثلا الطلبة يتكلمون بروحهم راح يكون بعد موجود هني. هني مواعيد مقبلة، هني احنا مسوين نشاط واحد وكاتبين متى، هني كل المواعيد اللي انا الجايه راح تكون موجوده هني كلها، بس مجرد اني اضغط عليه راح يصير معي. هني ضغطنا على واجب اثنين، هذا واجب اثنين، طبعا يقدرون يعلقون الطلبه هني على الواجب، يكتبون لي اي شيء يبونه ويعلقون على طول عليه. طبعا هذا الكود اقدر اعطي الواجب ايضا لاي طالب خارج الصف مثلا او خارج الماده اللي موجوده عندي. اوكي هني الواجب شنو موجود فيه؟ في حائط الصف والمناقشات والواجبات والامتحانات وسجلات العلامات واعضاء والمكتبة الصف واعضاء واضافة اعضاء، طبعا هذه هي الموجودة بالمواد. نرجع مرة ثانية للصفحة الرئيسية،
طبعا الحين انتقلنا من الصفحة الرئيسية، راح ننتقل لصفحة المواد. راح ننتقل لصفحة المواد بعد. بعدها قائمة المواد، ان شلون اضيف مادة، وايزي اي اختيار وكويز امتحانات، شلون اسوي امتحانات، وشلون اضيف المواد. طبعا شلون اضيف مواد، هني راح اسوي انشاء مادة. مجرد اني اسوي انشاء مادة يقول لي شنو اسم المادة. احنا اخترنا اللغة العربية مثلا، بس نشيل رقم اللغة العربية فقط، نبي اللغة العربية. اي صف تبين؟ ابي الصف الاول، المستوى اللي انت تبينه. مثلا انا ابي اولى ابتدائي مثلا. هل تبين الحائط مرتبط بموافقة المدرس، يعني الرسائل التي تكون موجودة او الكلام اللي يكون موجود لابد ان يكون موافقتك عليه، ما يصير احد يتكلم الا انت توافقين. اضغط اذا تبين، راح اضغط صح. اذا ما تبين لا تضغطينها. عضوية المادة مرتبطة بموافقة المدرس، هل تبين كل ما تعطين كود يجيك اضافة وانت تضيفينه، ولا تبين بس تعطين الكود هو ينضاف على طول؟ اذا تبين انت تضيفينه تضغطين عليها، اذا انت بس بتعطين الكود وتخلينه يضيف على طول وهو يضيف معاك على طول. ومجرد اني اسوي حفظ، انشأ لي الحين مادة، بس تفتح معانا المادة الحين، راح تفتح معانا هذه الصفحة الأولى للمادة الموجودة معانا، مادة اللغة العربية شنو موجود فيها. للصف الأول هني، طبعا هني نكتب تحديث، قلنا التحديث يظهر للأصدقاء ويظهر أيضا للطلبة الموجودين في المادة. أي شخص مضاف لهذه المادة راح تظهر للتحديثات أي أو تغريدات أو أي شيء. إذا تبين تصريح ولا ما تبين تصريح، يعني شنو تصريح وما تبين تصريح، راح نكتب مثلا السلام عليكم. السلام عليكم، واسوي لها تصريح. راح شنو تصريح، راح تظهر لي بشكل اغمج من الكلام الموجود سابقا. راح اكتب الحين مثلا من غير تصريح، وعليكم السلام، وعليكم السلام من غير تصريح. شوفوا الحين الاختلاف بين التصريح ومن غير تصريح عفوا. هني التصريح يعني تكون مبروزة أي واضحة بشكل مختلف عن غيرها. مثلا أنا بأذكرهم بالامتحان، فأحط لهم هني تصريح، يعني شيء واضح، شيء له مختلف عن غيره من الكلام طبيعي. هني طبعا قلنا التحديثات ايضا فيها تحميلات ملفات وصور وغيرها، وهني ملفات الشخصية قلنا ايضا انها نقدر نحمل من الملفات الشخصية عندنا. اذا ضفنا ملفات نقدر نحمل من ملفاتنا، ما نقدر اذا ما نبي نضيفها عفوا، واذا ما نبي نضيفها من مرة اخرى من سطح المكتب او غيره. هني اضافة ايميل، عفوا إضافة رابط، أقدر أضيف رابط وعنوان الرابط هذا. بعدين مجرد أني أسوي لها تصريح، ما تبين تصريح بس، وأسوي إنشاء. هني عندي مواعيد مقبلة، إضافة نشاط والمواد. هني عندي موادي اللي أنا مسويتها، عندي مواد اللغة العربية، عندي اللغة العربية الأول، اللغة العربية الثالث، واللغة العربية الثالث. هني التنقل من المواد من هني، هني أضيف لهم نشاط، أسوي لهم نشاط عن طريق هذا. أسوي هني نشاط مثلا، أسوي لهم نشاط، مجرد أني أسوي لهم نشاط، أختار لهم تاريخ مثلا وأسوي لهم نشاط منه، وأحط لهم الوقت اللي أنا أبي يطلع لهم فيه. ومجرد أني أسوي إضافة انتهاء وقت، إذا بيضيف انتهاء وقت نفس مساء وريناكم هني 25 مثلا، التاريخ واحدة، اسم النشاط نشاط اللغة العربية، نشاط اللغة العربية، شرح النشاط، اكتب لهم شنو ابي منهم بالضبط، تبين النشاط الزامي ولا تبين اختياري. ابي اختياري مثلا، ما ابي احط عليه درجات، وابي اختياري عادي، يحله طالب ما يحله كيفه. وطبعا قلنا بعد نحمل الصور والملفات، ونقدر نحمل صور وملفات وورد، ملفات باوربوينت، ملفات اي ملف، حتى بي دي اف اقدر احمل. هني ملفاتي الشخصية بعد نفس الطريقة، اذا كنت انا محملة الملف عندي بالملفات الشخصية
أقدر أنزله أو أحطه موجود معانا. هني قلنا بعد نقدر نحط رابط من اليوتيوب أو رابط فيديو عندي أبي أحطه حول رابط فيديو، حولته رابط وأقدر أحطه لي هني. هني أسوي تسليم، مجرد إنه تسليم صار عندي الحين راح ينزل بالمواعيد المقبلة إنه عندك واجب بالتاريخ الفلاني، عدد المشتركين طبعا. هني النشاط فتح معي النشاط، هني النشاط